كتاب الأضداد لأبي بكر الأنباري. من هو أبو بكر الأنباري؟ محمد بن القاسم، نسبته إلى الأنبار في العراق، إمام في اللغة والنحو والأدب والقراءات، ومن أشهر تلاميذه، هذا من تلاميذه، الإمام المحدث الدارقطني. توفي بالأنبار سنة 28 و300 للهجرة. ومن مصنفاته الأضداد شرح القصائد السبع الطوال. فما كتاب الأضداد أيها الإخوة أيتها الأخوات؟ في العربية كلمات تستعمل كل واحدة منها بمعنيين اثنين، لكن العجيب أن هذين المعنيين متضادان. فمثلا العليل تقول هواء عليل، ولكن إذا قلت رجل عليل فالمعنى متناقض. كتاب الأضداد للأنباري جمع هذه الألفاظ، يعني يجمع الألفاظ التي تقع على الشيء وضده في المعنى، ويستشهد على ذلك بآيات التنزيل الحكيم والحديث النبوي وكلام العرب وأشعارهم. هذا علم فريد. ويرى الأنباري أن كلام العرب في النص ارتبط أوله بآخره، واستند بعضه إلى بعض، ولذلك تراه يدافع عن ظاهرة الأضداد دفاعاً كبيراً. لو أخذنا مثلاً، يقول وافتحوا كتابه وسوف تجدون أكثر من كل هذا. يقال للرجل وراءك، أي خلفك، ويقال له وراءك أي أمامك، يا سبحان الله. ثم يستدل بقول الله تعالى ومن ورائهم جهنم، أي من أمامهم جهنم، لأن المعنى هنا يستحيل أن يكون المعنى ومن خلفهم، المعنى ومن أمامهم جهنم والعياذ بالله. تأمل قول الله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. هل الملك هنا وراءهم أم هو أمامهم؟ ومعناه بلا شك كان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وقول الشاعر ليس على طول الحياة ندم، ومن وراء المرء ما يعلم، أي ومن أمامي. وهكذا يمضي الأنباري في كتابه يوضح ويفصل الأضداد. ومن ذلك الفعل اشترى، فهو بالمعنى الذي نعرف إذا قلت اشتريت، يعني أخذته ودفعت ثمنه. الطريف أن الأنباري يقول فما رأيكم بالفعل اشترى بمعنى باع؟ قلنا له وما دليلك؟ قال تأمل قول الله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. إذ قال بعض المفسرين إن المعنى هنا باعوا الضلالة بالهدى. عجيب، هذه تحتاج إلى تأمل وهدوء. طبع كتاب الأضداد مرات عديدة وأجود الطبعات، كما يقول أستاذنا رحمه الله محمود فاخوري، هي بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم رحمه الله ورحم الله كل علمائنا، وطبعت في الكويت سنة 1960، وهي مزودة بفهارس فنية مختلفة، ثم أعيدت طباعته في غير مكان ليكون واحداً من الكتب الجميلة في رفوف مكتبتنا العربية الغنية.